الرحيم الأخوة والأخوات، أود قبل أن أبدأ حديثي إليكم أن أتوجه بجزيل الشكر والاحترام لقادة وضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية السابقين منهم والحالين، وكذلك للشرطة المصرية الباسلة، وأنني أطلب منكم أن نقف دقيقة انحداد على أرواح شهداء هذا الوطن، وخاصة شهداء حرب أكتوبر وشهيد وبطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات. والأخوات من الحضور الكريم، أبنائي من شباب وشابات حزب الحركة الوطنية المصرية، تحية طيبة وإجلالا. ها هو الآن شهر أكتوبر يغادرنا بكل ذكرياته الطيبة وعزله على النفس والقلب ذكرى أكتوبر والعبور العظيم، ذكرى استرداد الكرامة في يوم 6 أكتوبر عام 73، عندما نهضت هذه الأمة وأثبت الإنسان المصري للعالم كله، أثبت الإنسان المصري للعالم كله أنه قادر على تجاوز أي محنة مهما كانت جراحها عميقة وغائرة بداخله. السيدات والسادة الكرام، إن الحديث عن ذكرى لحدث مر عليه 50 عاما إلا سنوات قليلة، ربما يعد مكررا، لكن حين يكون هذا الحدث بعظمة انتصار أكتوبر، فإن كل من عايشه لن يمل أبدا من تكرار الحديث عنه. وقد أكرمني الله بأنني كنت واحد من أبناء هذا الشعب المصري العظيم الذي تجرع مرارة النكسة ثم ذاق حلاوة الانتصار. تجرع مرارة النكسة وذاق حلاوة الانتصار. إن نقل هذه التجربة بما فيها من ألم وانكسار، وبما فيها من فرحة وانتصار لأبنائنا من الأجيال القادمة، الأجيال الشابة القادمة، هي واجب وطني يفرضه علينا حق الانتماء لهذا البلد، وحق لأبنائنا الشباب علينا. السيدات والسادة الحضور، في هذه المعركة كان الشعب المصري معلما وقائدا، وضرب بكل فئاته أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن. ويحضرني هنا دور الفنان المصري وحفلات كوكب الشرق التي نظمتها أم كلثوم لدعم المجهود الحربي. كلنا نذكر في هذه السنوات كيف استقبل المواطنين في الدلتا والصعيد إخوانهم المهجرين. استقبل إخوانهم المهجرين من محافظات القناة، بل أن أروع الأشياء، إن من أروع الأشياء التي حدثت من أهالي محافظات القناة عندما عادوا إلى محافظاتهم بعد الحرب والانتصار، وجدوا ممتلكاتهم كما هي، لم يتعرض شيء منها للسلب أو النهب، إلا فقط ما طالت أيدي العدو الغاشم. والآن السيدات والسادة، وفي حضرة أبطال النصر، فإنه يصعب علي الحديث عن بطولة المقاتل المصري في ميدان المعركة، وهي بطولات يمكن الحديث عنها لساعات طوال. ولكنني أريد الآن أن أذكركم أنه قد تعرض المواطن المصري حينئذ وعلى مدار 5 سنوات لحرب استهدفت تدمير معنوياته، حرب استهدفت تدمير معنوياته وتحطيمه نفسيا، وإشاعة حالة من الارتباك والشك وعدم الطمأنينة بين المواطن ومؤسسات وطنه. لقد استخدم العدو في هذه المعركة سلاح الحرب النفسية والشائعات،
وكان مدخلهم إلى الشعب المصري حبه للدعابة، كان مدخلهم حبه للدعابة، فنشروا النكات والأغاني الساخرة من مؤسسات الدولة في عملية اغتيال معنوي مدروسة ومنظمة للشعب المصري. والآن أتعجب حين أرى ذات السلاح يستخدم اليوم ضدنا، ضد وطننا، وبنفس الطريقة مع اختلاف الأساليب واستحداثها، والتي تم استحداثها بعد التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال. فلو كان المواطن المصري استسلم وقتها لموجة السخرية والشائعات، لو كان استسلم وقتها لموجة السخرية والشائعات التي تذل من مؤسسات وطنه، ما كنا عرفنا سبيلا للانتصار. السيدات والسادة الحضور، إن تجربة الانتصار العظيم في أكتوبر 73 تقول أن وعي المواطن المصري هو الذي صنع الفارق، هو الذي صنع الفارق، وأن ثقته في نفسي ومؤسساته الوطنية كانت أولى خطوات الانتصار. والآن حين أتحدث اليوم إلى الشباب بعد مرور كل هذه السنوات من انتصار أكتوبر، أجد نفسي أطلب منهم أن يتسلحوا بالوعي، أن يتسلحوا بالوعي لمواجهة كل ما يتربص بنا، ويستخدم ذات الأساليب القديمة للنيل من أمتنا. وأود أن أحذركم وأحذر أنفسنا، عدونا واحد ولم يختلف، وليس مطلوب منا سوى أن نستعيد ثقتنا في أنفسنا، مطلوب منا أن نستعيد ثقتنا في أنفسنا، حفاظا على الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها. وأود الآن أن أختم حديثي إليكم بآيات الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.